يعني المهرجانات دي سكة، الشعبي سكة، تسمع الطرب تسمع مهرجانات؟ والله بصراحة يعني اصل ناس كتيرة جدا قالت وائل بيهاجم الحتة دي، انا ما بهاجمهاش خالص، لاني انا اول ما شفتهم في حفلة في باريس وكان اوكا اورتيجا، وقعدنا نتنطط ومبسوطين جدا جدا لان هم عملوا حاجة جديدة، راب بالطريقة المصري. يعني الراب ده طول هما دي عمره ملاحظاتك عليهم او ايه اعتراضك على حاجة معينة يحافظوا على الهوية، ده راب بالطريقة المصري، ما يدخلوش الدنيا في بعضها ويبقى هيروح في شعبي وهينتهي، هينتهي بسرعة. انا بالعكس انا عايزهم يحافظوا على الهوية دي، والكلمة كلمة بس تبقى محترمة شوية، لاني خلاص يعني بمزاجنا مش بمزاجنا خلاص النوع ده موجود وفرض نفسه وتمام، مفيش اي مشاكل عادي، بس يعني خدوا بالكم من هويتكم ومن الكلمة اللي انتم بتقدموها، علشان احنا مش هنتنازل عن هويتنا يعني المصرية. فانا بحبه طبعا، سمعت ولو في مكان هقعد اتهز معاهم واعمل كده جميل.